الاجتماع ربنا يوفقهم مجلس الشعب عمل لجنة جديدة على حظنا اسمها لجنة التضامن. اللي عنده ضرر اللجنة دي تشكلت عشان تبحث مشاكل الناس. فاحنا مشاكلنا اتضرينا بملايين. لما تيجي تعوضني ما تقوليش خد 5000 ولا 10000. يا تعوضني مظبوط يا عوضت ربنا. تعوضت بمليون اتضريت بمليون اديني 100000. لكن تديني 5000 ولا 10000 اعمل بيها الباب. حتى الباب ما اتحرق. الحديد اتحرق. بص صور اهو. كل البيبان اتحرقت. السقف اتحرق. البضاعة من اول توب لاخر توب لاخر مت ما فيش توب. البضاعة دي عليها ديون. احنا بنشتري اجل. وبنبيع عاجل. البضاعة دي اتحرقت واحنا بكرة ندفع. ندفع منين دلوقتي؟ رئيس يجيب لي حق. يخلي يحافظ عليا. يحافظ عليا من الموظف البسيط. يديني حقي. ما عنديش ترخيص يديني ترخيص. ما عنديش مكان واقف في الشارع يوفر لي مكان ملائم. طبعا. انا الوقت في شارع وما ليش مكان. يديني مكان مناسب. ما تودينيش في صحراء لو تقولي ده مكان. انا متضرر محلي ومحلات اخويا في الدلومات. فانا هسأل سؤال. اولا بعد ما شكري لسياده المحافظ ورئيس الحي والمسؤولين اللي جو انقذونا فعلا بالمطاف. هي دي الحاجه الوحيده اللي نقذتنا في السرعه. بس انا هسال سؤال. هل يرضيك التاجر يصبح حرامي؟ هل يرضيكم التاجر يصبح قطاع طرق؟ انا النهارده لو عليا النهارده فلوس مديون بملايين او مديون بفلوس انا ما سددتش فلوس اتحرقت الفلوس واتحرق بتاع الناس. هجيب دلوقتي ما حدش هيديني فلوس. انا جبت شويه بضاعه من اي حد. اللي ليه بضاعه اللي ليه فلوس هيجي ياخدهم مني. لما يكون 20 متضرر وبعدها 50 متضرر وبعدها 70 متضرر كل المتضرر ده اللي ما وقفش على رجليه تاني اصبح هيصبح حرامي. مبتدأ.com